ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وقبل اي حاجه نصلي على النبي عشان ربنا يباركنا في كل شيء. اتمنى من اخواتي كده تكون الفيديوهات بتعجبهم ان شاء الله. اتمنى من اخواتي اللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه وفعل زر الجرس ودعمني دايما بلايك كده. معانا الجوز الزجل اهو، بسم الله ما شاء الله. النهارده هوريكم انتاج الحمام. الحمام تحتي ايه؟ اللي تحتي حصى حمام الزاجل، حمام البلدي تحتي ايه برضو. هوريكم انتاج الحمام النهارده مع بعض ان شاء الله. بس قبل اي شيء كده اتمنى من اخواتي دعم واشتراك في القناه. تمام. طبعا القص الزاجل معانا اهو، بسم الله ما شاء الله. دكر ازازي، النتاية بتاعته اهي. طبعا تحتيهم حصى، حاصين بقالهم اسبوع اهو، تحتيهم حصى بسم الله ما شاء الله، حصى عمران ربنا يبارك يا رب. طبعا نحط لهم اكل، نحط لهم شويه تحديق يحدقوا، ونغير لهم الايه الميه. حطينا لهم الاكل اهو، حطينا لهم شويه تحديق كده. تمام. هو التحديق المفروض بيتحط لوحده، بس انا بحط شويه على الاكل كده بصوت. تمام. الحمام ياكل ويحدق، ربنا يحفظ يا رب. ده اول قص معانا اهو، تحتيه حصويتين عمرانين ربنا يبارك يا رب. طبعا معانا تاني قص زاجل اهو، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك يا رب. نتايه بدريه وظهر مفصص، ولادهم الكوس الحمر دول. طبعا ده ابنهم، ده طبعا زغلول انا محضنه تحتيهم. تمام. ابن حمام قوي برضه، فربنا يبارك يا رب. طبعا ده القص الزاجل اهو، بسم الله ما شاء الله، واولادهم ربنا يبارك يا رب. حط لهم اكل وغير لهم طاجن الميه. طبعا حطينا لهم الاكل اهو. تمام. حطينا لهم الميه ربنا يبارك يا رب، وحطيت برده شويه تحديه على الاكل برده بسم الله ما شاء الله، ربنا يحفظ يا رب. ادي ولادهم اهي بسم الله ما شاء الله، ان شاء الله هنكسر جوز الزغاليل دول باذن الله. ده كده تاني قص زاجل معانا ان شاء الله. طبعا القص ده لسه النتام ما حصتش اهي، بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظهم يا رب. ذكر مفصص وانتهى مفصصه. تمام. لسه ما حصوش، ان شاء الله يحصوا قريب باذن الله. طبعا القص اهو الزجل اللي معانا ده برضو بسم الله ما شاء الله، الحصى بتاعه فك اهو بسم الله ما شاء الله، زغلولين بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظ يا رب. الحصى بتاعه فك الحمد لله ربنا يبارك يا رب. ادي القص اهو بسم الله ما شاء الله، ذكر ازازي وانتهى مفصصه بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظ يا رب. طبعا ده قص معانا زجل اهو برضو بسم الله ما شاء الله، جوز محس اهو ان شاء الله، والبدع والحصى عمران ربنا يحفظ يا رب، والنتايه بتاعته اهي. الجوز اهو بسم الله ما شاء الله، النتايه الحصيه والحصى عمران ربنا يحفظ يا رب، والدقر رائد اهو بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظ يا رب. وده طبعا القص الزاجل بتاعنا اهو بسم الله ما شاء الله، النتايه الحصيه والدقر اهو رائد اهو بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظ يا رب. بسم الله ما شاء الله، دقر الحصى اهو رايد على الحصى قصدي، بسم الله ما شاء الله الحصى اهو بسم الله ما شاء الله، والحصى عمران ربنا يحفظه يا رب، ربنا يبارك. النتايه بتاعته اهو بسم الله ما شاء الله. طبعا دي كده الزواج اللي عندنا، الاصوص الاستوكات بتاعتنا دي كده، الاصوص الاستوكات بتاعتنا طبعا غير الشعبيات اللي عندنا. تمام. هبدا بقى اوريكم انتاج الحمام البلدي اللي عندي. طبعا ده قص رومي اهو بسم الله ما شاء الله، محصي قص رومي اهو، نتايه بسم الله ما شاء الله، شايمة ايه دي شايمة، بص نتايه جرمة شرس اهو بسم الله ما شاء الله. طبعا الحصى اهو بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك له، الذكر بتاعه بسم الله ما شاء الله. ده كده قص رومي معانا. طبعا انا دخلت عشة الحمام البلدي اهو بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك، نتاية كينج اهي بيضا بسم الله ما شاء الله، معانا زغلولين اهو بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك يا رب. محصى اهو بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك يا رب. اهي انتهى محصية بسم الله ما شاء الله، الحصى بتاعه اهو. طبعا البيضة دي زاجل، دي بيضة قص زاجل، ودي طبعا بيضة بلدي، يعني انا محضن البيضة دي. ده حصل نتاج كينج اهو، واحدة بايظة والتانية عمرانة اهي، نقرة اهي بسم الله ما شاء الله. تمام. نقرة اهي معانا اهي بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك يا رب. طبعا البيضة دي بايظة. بسم الله ما شاء الله، زغلول ليه بقول لسه طالع ومتلبن كويس، وبسم الله ما شاء الله ربنا يبارك يا رب.
طبعا دي الشعبيات بتاعتنا ايه، بسم الله ما شاء الله، شعبيات الزاجل اهو، بسم الله ما شاء الله. طبعا الفرد ده اللي حصل ان رجليه اتكسرت، انا مش عايز الحم رجليه، سايبها لحد ما تلحم لوحدها، رجليه اتعلقت في السلك واتكسرت. ان ده بص، لو رجليه مكسوره خالص، فانا سايبها لحد ما تلحم لوحدها. طبعا دي الشعبيات بتاعتنا اهو، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. معانا زغلول اهو عند الحامل البلدي، بسم الله ما شاء الله، تلبن كويس اهو، ربنا يبارك يا رب، بسم الله ما شاء الله. طبعا بيضه طلعت والبيضه التانيه كبست، الزغلول كبس في البيضه، فربنا يبارك يا رب. طبعا ده حصى الكينج اهو، حصى الرومي، قصدي اسف، حصى ده حصى الجوز الرومي اللي انا وريتهم لكم، ده الحصى بتاعه انا محضنه تحت قص بلدي، والقص البلدي حضنت البيض بتاعه تحت الجوز الرومي، فربنا يبارك يا رب. معانا قص تاني محصى اهو، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك. طبعا ده سريعا كده كان انتاج الحمام بتاعنا، سواء الحمام الزاجل او الحمام البلدي اللي انا مربيه للاكل. يعني الحمام الزاجل ده طبعا بكسر منه، تمام، والشعبيات اللي انا بكسرها منه. طبعا الحمام البلدي ده مخليه للبيت للاكل، تمام. فانا اوريكم النهارده انتاج الحمام الزاجل والبلدي، ربنا يبارك يا رب. طبعا اللي تحته زغليل تحته زغليل، واللي محص محص. قبل اي حاجه كده يا رب يكون الفيديو عجبكم، اتمنى من اخواتي كده اللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس. ده انتاج الحمام بتاعي ان شاء الله، ونتقابل الفيديو الجاي على خير باذن الله.